بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. أصدقاء زملاء ممثلي المؤسسات الإعلامية بكل أشكالها وأصنافها، نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي ينظمها المركز المغربي للمواطنة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري وخطاب الكراهية، والذي يصادف 21 من مارس من كل سنة. طبعا ارتئينا أن ننظم هذه الندوة الصحفية لنبسط أمامكم نتائج استطلاع آراء المغاربة حول هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى المغرب، و يعني نستعرض أمامكم المعطيات التي توصلنا إليها من خلال هذا الاستطلاع، والتي في مجمل اعتبرناها نحن كعصبة مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وكمركز مغربي المركز المغربي للمواطنة، اعتبرناها غير يعني متوقعة بالنظر إلى الأحداث والسياقات وال يعني الطوارئ أو الأحداث الطارئة التي وقعت في الآونة الأخيرة. لابد في البداية من أؤكد بأن فكرة استطلاع آراء المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت قبل أن يعني تنطلق شرارة الحملة الأخيرة ضد الأفارقة المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء. وقبل أن نسمع تصريح رئيس تونس وقبل أن تظهر الملامح أو المعالم الأولى للتصريحات ما يسمون الآن بتنظيم أفريكو سانتر إلى غير ذلك من المظاهر التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي يعني كانت سببا في نشوب مجموعة من الاصطدامات وصراعات بين وجهتي نظر، بين طرفي قضية، وهما المؤيدين لتواجد الأفارقة في المغرب والمناهضين للتمييز العنصري والمناهضين لكل أشكال خطاب الكراهية، وبين من يروج بالفعل لخطاب الكراهية و يروج لمجموعة من الشعارات مبنية على معلومات. على أي حال سيطلعكم صديقي وأخي الأستاذ رشيد صديق رئيس المركز المغربي للمواطنة على كل المعطيات المتعلقة بهذا الأمر. لا بد أن نؤكد أنه هذا الاستطلاع آراء لاحظنا ونحن ننجزه مجموعة من الملاحظات. أولا أنه هذا الاستطلاع آراء المغاربة جاء بعد يعني مجموعة من بعد أن توضحت لنا نتائج سياسة الدولة فيما يتعلق ب يعني الاهتمام بالمهاجري وطالبي اللجوء منذ سنة 2013 انطلاقا من إعطاء انطلاقة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، يعني بالضبط منذ سنة 2014 تم يعني تسوية وضعية حوالي 50,000 مهاجر. هاد 50,000 مهاجر يمكن يتكلم على هذا الشيء سي رشيد بشكل بالتفصيل. هاد 50,000 مهاجر أغلبتهم يعني كاين اللي مشى بحالو، كاين اللي رجع بحالو لبلادو، كاين اللي تسالوا الأوراق ديالو وما لقاش كيفاش يعاود يجددهم. يعني الآن راه ما كاينش 50,000 مهاجر هي اللي مسوية لها الوضعية، كانت في الأول ما بين 2014-2018 وصلنا ل 50,000، ولكن الآن راه ما كاينش 50,000. ثم احنا أمام معطى ديال أنه 30,000 مهاجر غير نظامي كاينه في المغرب،
اللي ما بغاش تندمج في هذه العملية وكتعتبر المغرب هو أرض عبور. هاد 30,000 طبعا هذا رقم غير رسمي، غير رسمي، هذا رقم صرحت به إحدى المنظمات المهتمة بمجال الهجرة. هذا بالإضافة لحوالي 21,000 طالب. هاد التواجد المهم اليوم للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة للمعطيات الجديدة اللي ملاتها السياقات اللي من ضمنها كما قلت، اللي من ضمنها تصريحات عدد من المسؤولين، اللي من ضمنها تصريحات عدد من المؤثرين، ثم بالإضافة للسلوكات ديال واحد العدد من المهاجرين اللي كاينين في بلادنا. هاد السلوكات كتكون بشكل فردي او بشكل جماعي. بشكل فردي هو الممارسات او المناوشات اللي كتكون عندهم مع المواطنين المغاربه، فيما يتعلق بالكرا، فيما يتعلق بالمعاملات ديال البيع والشراء، فيما يتعلق ببعض العادات اللي هي بالنسبه لهم عاديه جدا، ولكن احنا بالنسبه لنا المغاربه ماشي عاديه. ثم بالإضافة للسلوكات الجماعية، بحال مثلا داك الهجوم اللي كان على السياج ديال المليلية المحتلة، داك هذا الشيء اللي واقع الآن في محطة ديال ولاد زيان، إلى غير ذلك من الأمور اللي تتخلي واحد العدد من المغاربة كي يعني ردود أفعالهم كتكون شوية قاصحة. وهذا الشيء ما بينوش فقط الاستطلاع، وإنما بينوته أيضا حتى التعليقات المرافقة المنشور الاستطلاع على مستوى الفيسبوك. مثلا كنا احنا كننشروا الفيسبوك الاستطلاع للمغاربه باش يتفاعلوا معنا على مستوى الفيسبوك، فاذا بينا تنشوفوا التعليقات يعني تعليقات بواحد الشكل متطرف خطير جدا. اكثر من 500 تعليق اللي هو مسحناها لانه كتضمن خطاب غير قانوني ومتطرف بواحد الشكل خايب. وهاد التعليقات الملاحظه اللي عندنا هو ان واحد الوقت ملي كتلقى شي واحد كيسب بروفيل ماشي ديالو، كيدير واحد الحساب وهمي وكيبقى يدخل ويسب في عباد الله. لا، دابا هادو ناس بحسابات مكشوفه وبوجوه مكشوفه، وشباب اللي يمكن قابليه ديال التسامح يمكن عندهم كاينه، يمكن واحد مطالعين على التطور اللي كيعرفوا، كتعرفوا واحد مجموعه من المجالات من بينها مجال ديال حقوق الانسان، واحد عدد من الامور. ورغم ذلك هاد الشباب يعني، اذا انا لن اطيل عليكم لانه نتائج الاستطلاع المهم بالنسبه لنا هي المهمه، وهي اللي غادي يطرحها لكم الاستاذ رشيد صديق رئيس المركز المغربي للمواطنه. نبغي نضيف مسألة أخيرة فيما يتعلق بهذا الاستطلاع، هو باش نكونوا واضحين، الاستطلاع لا يمثل رأي جميع المغاربة، أو لا يمثل رأي المغاربة، هو يمثل فقط رأي المشاركين في هذا الاستطلاع. شكرا لكم، تفضل سي رشيد. شكرا الأخ والصديق العزيز عادل شكيتو. جد سعيد باسم الاخوان في المركز المغربي للمواطنة، كنشكر الاخوان ممثلي المنابر الاعلاميه الوطنيه للحضور ديالكم معنا في هذه الندوه. وكان ما نحاولش نعاود النقط اللي قال سي عادل، مي غنركز على بعض منها نظرا للاهميه ديالها ارتباطا بهذه الدراسه. فاول نقطه هو الدراسه درناها بين 16، يعني بدينا اول مره كنجمعوا المعطيات بين 16 فبراير وسليناها في 3 مارس، يعني حوالي اسبوعين. للاشاره فالتصريح ديال الرئيس ديال تونس فكان في 21 فبراير، يعني تقريبا 5 ايام من وراء ما بدينا احنا هاد الاستماره، رغم انه التحسيس بها بدا قبل من 16، يعني بدينا التحسيس قبل 16، حاولنا نتواصلوا عليه بان غادي لونسيوها، ولكن كان الانطلاق الرسمي ديال الاستماره في 16. هي استماره الكترونيه اللي فيها مجموعه من الاسئله، الاسئله اللي معروفه ستوندر، اللي كتحاول تشوف تقيس مؤشرات ديال درجه التسامح وكذلك التعصب ديال مجتمعات معينه تجاه المهاجرين.
فاستعملنا لوتي جوجل فورم. هاد جوجل لوتي فورم راه كتعرفوا ساهل، كيبغي شرط واحد انه يكون عندك يا تليفون يا تليفون سمارت فون يا اورديناتور مع كونيكسيون انترنيت وكتقدر تجاوب. حنا حاولنا نقصنا لانه حاولنا نديروا نوع من نقيسوا عدد كبير من المغاربه، حاولنا نقصنا تقريبا 300,000 ديال المواطنين. العدد الكثير منهم بطبيعه الحال كيقدر غير يشوفها في سبونسورينغ ما كيجاوبش، ولكن اللي شاركوا معنا 3158. من الاساس نركز على واحد النقطه اللي قالها السي عادل، هو انه حنا ما درناش اونكيت ميناج، ماشي مشينا كنقلبوا على العينه التي تمثل الراي العام الوطني. هنا كان هو كان اولا اراده شخصيه، يعني الانسان ملي كيتوصل باستمرار كيقدر يقرر يجاوب كما كيقدر ما يجاوبش، وبالتالي النتائج ديالها لا تعبر العام الوطني، تعبر فقط على المشاركين، وهي علميا هذه الطريقه تعتمد لانها كتبين لك التوجهات العامه ديال ديال ديال, ديال هذا الراي الوطني فيما يخص الهجره. الهجره كما كنهضروا على الهجره، ركزنا بالدرجه الاولى على ان المهاجرين من جنوب الصحراء، ماشي المهاجرين. كتعرف المغرب واحد المرحله معينه كانوا كذلك السوريين، كانوا مجموعه من اليمن الى اخره، لكن حنا السوداني جنوب تما يعتبر جنوب الصحراء. دونك كان هاد الاساس هذا. بالنسبه للاستماره كما قال الاخ عادل، وهذا مهم جدا ركزوا عليه، لان هي فيها نوعين، فيها النوع الكمي كونتيتاتيف كنطرحوا سؤال، عندنا لي بورسونتاج، وكاين كذلك عندنا تحليل كيفي. التحليل الكيفي كيفاش؟ كناخذوا التعاليق ديال الناس وكنحاولوا نحللوها التوجهات ديالها فين كاينه. فتقريبا 1600 ديال التعاليق بين اللي جاوبوا على الفيسبوك، وكذلك في الاستماره مع كنخصصوا في الاخر واحد المجال، واحد لو شون للمشاركه التعليق الحر. فكان تقريبا هو كان فيه شي 800 المشاركين، يعني في المجموع 1900 ديال 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 التعاليق اللي حاولنا نحللوها بشكل كيفي. وكتعرف كيفاش مثلا تقرا 1900 تعليق، كان واحد العمل اللي درنا باش نحاول نخرج مجموع من النتائج، ولا تبان في النتائج العامه وكذلك في التوصيات. بالنسبه للمشاركين، يعني التوزيع، هاد 3158 التوزيع ديالهم على حسب المعطيات الديموغرافيه. فكنتفاجئوا بانه هذه اعتقد بانها سابقه، انه الشباب تقريبا شاركوا اللي قل من 30 سنه، فكانت المشاركه ديالهم 46.7%. من المعروف انه الشباب كيرفضوا يشاركوا في هذه المبادرات المواطنين الى اخره، وحنا هذه الدراسه الخامسه ديالنا، فدائما كتفوت نسبه ديال 20-30%. المشاركه ديال الشباب قل من 30 سنه في هذاك فات 46.7، واحد الحدا كانت وصلت حتى 50% ديال نسبه المشاركه. الباقي الفئات يعني كيمثلوا الباقي، يعني ديك 53.3. المستوى كذلك التعليمي، في الدراسات السابقه كان كيجينا الجامعي كيمثل 60-70%، فهنا الجامعي مثل 76% كذلك. بالنسبه للمهن اللي كان الموظفين في الغالب الدراسه السابقه كيمثلوا تقريبا واحد النسبه طالعه 60-70%، فهنا كيمثلوا فقط 27%، في حين ان الطلبه وبدون عمل مثل تقريبا واحد 33%، وهي نسبه عاليه جدا. السي عادل الاخ هضر على بعض النقاط ديال السياق. كما كتعرفوا في اللحظه هذه بالاضافه اللي كان ربع ديال النقاط الاحداث، كان خطاب ديال رئيس تونس، كان مجموعات على المستوى الوطني اللي كتشتغل وكانت كطالب بجوج حوايج، كطالب لا لي من قبيل الدعوه الى عدم توطين المهاجرين، وهذا رساله خطيره جدا ديال الكراهيه وديال ديال ديال التعصب. كذلك كانت مجموعات اللي كتهضر على عدم تزويج المغربيات. في اطار اخر كان مجموعه ديال الفيديو ديال الافارقه اللي يدعون بانه او يزعمون بانه افريقيا شمال افريقيا ماشي هو خاص يكون يسكنوه زعما ذوي زعما الافارقه من جنوب الصحراء. كنحاول نستعمل هذا المصطلح. كذلك كما قال السي عادل، وهذا تفاجئنا به، انه خاصنا نشيروا لها، لان الناس كان كيديروا كيعلقوا بوجوه مكشوفه ما كيخافوش، وهذه مساله خطيره جدا. كان كذلك بعض الفيديوهات اللي انتشرت واللي كتبين بين قوسين او بين مزدوجتين هناك احتلال لفضاء عمومي مغربي، وهنا بغي نشير لانه النموذج او التجربه وغياب التدخل ديال المجلس المنتخب على مستوى كازا، نعتقد في اطار الدراسه بانه اساء جدا للعلاقه بين المغاربه وبين الافارقه، لان اعطى انطباع بان هناك احتلال، وخلى
دابا اي تعليق اللي كنشوفوا يدعي او مثلا كيحاول يبين بانه بانه راه خاص كيدافع على الخطابات الكراهيه ديالو ضروري اللي كيحسب انه تم احتلال واحد المنطقه ديالهم ولا كيخافوا يدوز منها ولا كيقول لك بان كاين روائح كريهه مجموعه من التصرفات وكاين انديفيدو اللي كيبان لك مغاربه كيتعرض للضرب الى اخره. وهذا الشيء اعتقد بانه كان من الوسائل الاساسيه اللي خلات انه المغاربه وسيرتو الشباب انه يبدا ياخذ بعض المواقف في التطرف. ما نرجعوش للخطاب ديال الرئيس التونسي راه هو حاول يعتذر مؤخرا. بالنسبه للنتائج راه غادي توصلوا بها، ما غنحاولش نطول عليكم بزاف لانه النتائج رقميه، ولكن النتيجه اللي وصلنا لها بانه كاين هناك لانه النتائج اللي درناها فممكن نخرجوا مثلا واحد الوثيقه فيها 200 صفحه، لانه التحليل ديال النتائج نقدروا نديروا التحليل ديال النتائج على حسب الجهات، كل جهه كيفاش كتشوف الهجره، نقدروا نديروا على حسب مثلا الجنس المراه والرجل واش كاين فرق ولا لا، هادشي كامل حاولنا نديروه. العام المستوى التعليمي على حسب المهن درنا كذلك، حتى اللي شاركوا معنا 64% من المشاركين عندهم على الاقل واحد من عائلته، يعني يا اب يا ام يا اخ يا ابناء من المهاجرين. باش تالي باش كنقول بان هاد اللي شاركوا معنا راه نورمالمون عندهم واحد في عائلتهم يعاني ربما من مشاكل ديال الهجره على مستوى الخليج او الدول الاوروبيه، وبالتالي اغلبيه اللي شاركوا معنا فعندهم اقارب ديالهم المقربين في المجر. وبالتالي التحليل ديال النتائج تقدروا نديروا على جميع المستويات، وحنا زعما حنا ما عندناش مشكل مثلا الا كان شي اخ كيدير البحث ديالو ممكن يعطوه لاباز دوني يقدر يخرج منه دوني كما بغى، لانه سي فغي واحد الغنى ما كيتصورش اللي كاين في هاد النتائج. نشير واحد النقطه اساسيه هو انه كذلك انه في المشاركه حسينا بانه كاين التزام ديال الشباب اللي خدم موقف ديال الكراهيه وديال العدوانيه اتجاه المهاجرين، فمشى كيشارك. كاين البعض كاع اللي حاول الاستمرار ديالنا يتقاسمها في هذوك المجموعات اللي رافضه الوجود، يعني كانت واحد التعبئه حسينا بانه كان كيحاول يدير واحد التعبئه. دوك حنا حاولنا نراقبوا هادشي باش ما يكونش تاثير على النتائج، مي كان واحد المجهود كانت واحد التعبئه ديال الناس اللي رافضين وكيبان لك بانه بحال عنده مشكل شخصي. واحد السؤال مثلا طرحنا سؤال، هل واش كتشوفوا بانه عدد المهاجرين في المغرب مرتفع؟ ف تقريبا 68% ديال المغاربه كيقول لك بانه عدد ديالهم راه مرتفع، في حين ان 21% كيعتبروا نسبيا السعود كيقولوا لا. وهاد النسبه هذه الا قارناها ملي كنلقاو مثلا الشباب اللي قال من 30 عام كيقولوا 68% كيهم 79% منهم كيقولوا راه مرتفع. الناس اللي عندهم اكثر من 30 عام فقط 59%، وبحكم انه لان تقريبا 50% ديال قبل 30 عام ولا شاركوا، ففي الغالب النسب المئويه ديال المجموعه تكون في الوسط، لان مثلا 59 زائد 79 تقسم على جوج كتجيك تقريبا هذيك 68، لانه النسبه 50% 50%. كذلك ملي كطرحنا السؤال واش هؤلاء المهاجرين يساهمون في الاقتصاد المغربي، 70% كيقول لك لا يساهمون في الاقتصاد المغربي. بعض واحد السؤال اللي كان معبر جدا طرح سؤال خاص، واش كتشوفوا انتم كمغاربه انه الوتيره باش غادي ارتفاع عدد المهاجرين في المغرب ستشكل اشكاليه بالنسبه للمغرب مستقبلا؟ واحد 86% كيقولوا نعم، يعني يتخوفون ويعتبرون بانه هذه الهجره غتولي اشكاليه حقيقيه اللي يعاني منها المغرب، و 86% راه نسبه كبيره جدا. كاين سؤال كذلك من بعد ما غاديش نقدم لكم جميع المؤشرات لانه غادي تلقاوها، 59% من المغاربه كيعتبروا بانه هاد المهاجرين يساهمون في ارتفاع نسبه البطاله. وإلا مشينا درنا التحليل على حسب الفئات العمريه كنلقاو بانه 71% من الشباب قبل 30 سنه كيعتبروا بانها تساهم، وبالتالي هنا كيبان بانه كيعتبروهم واحد الخصم لهم في الفرص اللي هي كيعتبروها ناقصه من ناحيه الشغل. وكما كنعرف نسبه البطاله في الفئات اللي قبل 30 سنه راه مرتفعه على المستوى الوطني وهي هي النسبه الكبيره. ملي كطرحوا سؤال على المغاربه واش كتشوفوا بانه هناك ممارسات، واش هنا هل واش كتلاحظ وجود ممارسات اللي فيها نوع من العنصريه من المغاربه تجاه الافارقه؟ ف 45% كيقولوا لا، يعني كيبان بانه عندنا واحد الوعي جماعي ديال المشاركين بانه المغاربه الى حد ما 50% كيقول بانه راه ما كاينش ممارسات ديال العنصريه. 32% فقط كيقول بانه المغاربه
لا يقبلون التعايش مع الأجانب، يعني الباقي كيعتبرون بأنه المغرب يقبلون التعايش، وهذه نورمالمون ميزات كتميز المغرب. نمشي نشوف النقط اللي ممكن تكون مؤثرة بشكل كبير. ف واش كتقبل يكون الجيران ديالك أحد الأفارقة؟ 47% كيقولوا لا، وهاد النسبة هذه 58% أقل من 30 عام كيقولوا لا، ما كيبغيش يكون جاره من الأفارقة. الناس اللي عندهم أكثر من 30 سنة 37% كيقولوا لا، والباقيين كيقدروا يقبلوا أنه يكون جار ديالهم من الأفارقة. 87% من الغرباء كيقولوا بأنه يجب منع زعما ولوج مهاجرين إضافيين، وبالتالي يجب تعزيز المراقبة على المستوى ديال الحدود. 87% ديال النسبة. السؤال اللي كان عنده أهميته كذلك، طرحنا السؤال واش تقبل بأنه المغرب يرجع بلد استقبال ديال المهاجرين. 55% كيرفضوا أنه المغرب يرجع بلد الاستقبال، في حين أنه 37% كيقبلوا ولكن بشروط. ما معنى بأن اللي كيقبلوا أنه المغرب يولي بلد الاستقبال؟ فقط 7%. سؤال تاو مهم لأنه كان نسمعه بزاف ويستعمل كذلك في الخطابات ديال المنابر الإعلامية، هو الدور اللي كيقوم به المغرب كدراكي لأوروبا من أجل منع هجرة ودخول المهاجرين إلى أوروبا. 72% من المغاربة كيرفضوا أن المغرب يلعب دور دراكي، 18% كيقبلوها بشروط. إلا جمعنا هاد الجوج هادو يعني حوالي 9% كيرفضوا أنه المغرب يلعب هاد الدور هذا ديال الدراكي. بالنسبة للمعيقات التي تعيق إدماج المهاجرين، فالناس اعتبروا الاقتصادية بالدرجة الأولى، من وراء الاجتماعية الثقافية في الدرجة الثالثة، كذلك الدينية واللغوية، وهذه كانوا تلقوا في الدوسي اللي غادي تعطي لكم. من أهم الخلاصات كتلاحظوا بأنه لما درناش تحليل على بشكل عام على 3850، فهناك فرق كبير جدا بين سويت الشباب قبل 30 سنة والفئات الأخرى اللي أكثر من 30 سنة، بحيث أنه في الغالب مجموعة من المؤشرات اللي تقيس درجة الكراهية والعنصرية، فالشباب يستعملوا خطاب أكثر تشددا وأكثر فيه نوع من الكراهية والعنصرية مقارنة بالفئات الأخرى بنسبة 20%. حاول تقريبا مجموعة من المؤشرات، وغادي تلقوها في التقرير، مجموعة من المؤشرات اللي كتبين بأنه هناك تنامي خطاب ديال الكراهية لدى فئات الشابة اللي عندها أقل من 30 سنة. وهذا أعتقد بأنه إلا مشات بهذا الإيقاع هذا، فما يمكنش زعما الواحد يتوقع كيفاش غيكون المستقبل. اللي حصل لحد حاليا هذه الخطابات فقط في الخطابات، شفنا بعض الخطابات اللي تهدد كاع مثلا لما لا يجب العمل الميداني من أجل معالجة الإشكاليات. يعني أنا راه ممكن نوصل لواحد الخطابات أو لبعض الممارسات اللي على المستوى الميداني، وتتجاوز بالتالي ما هو خطابات فقط. غير واحد المثال، مثلا 53% من الأشخاص اللي عندهم أقل من 30 سنة كيرفضوا تمكين المهاجرين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، في مقابل أنه الناس عندهم أكثر من 30 عام 26% فقط اللي كترفض. 53% كترفض قبل من 30 سنة، في حين أن الناس اللي عندهم أكثر من 30 سنة فقط 26%. وكما كتعرف بأن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء أعطت مجموعة من الحقوق للمهاجرين اللي في وضعية قانونية، منها الولوج إلى جميع الخدمات اللي كيستافدوا منها المغرب، خدمات من ناحية التعليم، الصحة، التكوين المهني، الخدمات الاجتماعية إلى آخره، عطاتهم نفس الحقوق الولوج لهذه الخدمات هذا. نقطة أخرى، مثلا 70% من المشاركين اللي عندهم أكثر من 30 سنة كيقولوا بأنهم قدموا مساعدات مالية للمهاجرين، في حين أن هذه النسبة كتوصل فقط 46% عند الناس اللي عند الشباب اللي عندهم أقل من 30 سنة. هذه مجموعة من المؤشرات وغادي تلقاوها اللي كتبين هناك تنامي، لأنه صراحة حنا تفاجأنا في هذه القضية، هذه ما كناش كنتصوروا. كما قلت قبيلة حاولنا نحللوا انطلاقا من مجموعة من المعايير، نديروا ديتخي، لقينا اللي أكثر سينيفيكاتيف زعما في هذه المسألة هو هذا اللاج، هذا أقل من 30 سنة فوق من 30 سنة، خصوصا أن النسبة ديال المشاركين أقل من 30 سنة كما قلت قبيلة تمثل 50%، وبالتالي عينة عند أهميتها. خلاصات، غادي نقسم لكم الخلاصات ومن بعد نخلي الأخ عادل حتى هو
كان عنده شي اضافه. فالاكيد انه هاد المهاجرين اللي نهار اللي بدا الفكره ديال المشروع ديال الهجره ديالو ما كانش هدف ديالو يجي للمغرب يستقر فيه، ويعتبر المغرب فقط واحد البلد من البلدان اللي في المسار الهجره ديالو. هو سي فغي معروف بانه مقارنه مع مسارات اخرى بحال مثلا ليبيا او تونس واللي كيوقع مثلا في الصحراء وبما فيها مثلا كيقدروا يرجعوا مع عبيد الى اخره كيتباعوا الى اخره، ف في الخطابات ديالهم المغرب معروف بانه اكثر امانه رغم انه الاشكال اللي كيوقع على مستوى الجزائر ومالي الى اخره، ولكن كتصل المغرب كيقولوا بانه عندك مجموعه من المنافذ حتى المساحه حتى المسافه صغيره شويه، وبالتالي المغرب من النقاط المفضله للافارقه من ناحيه الهجره ديالهم. هذه مهمه جدا، وبالتالي راه ممكن نهضروا على بانه راه فرض عليهم استقرار في المغرب، لانهم اللي كيجوا للحدود المغربيه وهنايا كنشروا لها، وفي التعاليق المغاربه واعيين بها كيقولوا بانه ماشي الاشكال ديالي انا نحل المشكل ديال اوروبا، اوروبا يجب ان تتحمل المسؤوليه التاريخيه لان هي اللي استعمرت، وهذه مجموعه من التعاليق اللي لقيناها. اوروبا هي المسؤوله، سوق الدول الاوروبيه المستعمره هي من تتحمل المسؤوليه التاريخيه للوضع اللي في افريقيا، زيد ان حتى حاليا فهي مازال كتستغل بطرق اخرى الخيرات ديال الدول الافريقيه، وبالتالي خاصها تحمل مسؤوليتها ماشي فقط باستعمال الجانب الحقوقي باش تفرض على الدول المرور انهم يستقبلوا هاد اللاجئين، ولكن خاصها تلعب دور حقيقي في التنميه ديال هاد الدول هادي. وهاد الخطاب تحسينا بها، وكاين كاع لقينا مثلا استعملوا المغاربه مجموعه من المرات مثلا مقتوا فيه زادوا فيه لا يعني استعملوها بشكل كبير. علاش كنقول بانه حنا عندنا مجموعه من الكراهات، عندنا مجموعه من من من, من التحديات، حنا كذلك مازال بلد اللي ممكن مثلا فتحنا الحدود بزاف ديال الشباب غادي يهاجر، وبالتالي كتزيدوا واحد في اخرى. كاين هاد 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 الوعي هذا، والمغاربه مجموعه من الاراء اللي كتبين بانه هناك وعي بانه هاد الورقه ديال الحقوق المهاجرين تستعمل فقط من الدول الاوروبيه باش تصدر الهجره والمشاكل ديالها تجاه دول العبور، خصوصا اللي في الواجهه اللي هي تونس المغرب الجزائر الى اخره، رغم ان الجزائر كتصدرهم في الغالب كتصدرهم المغرب، وبالتالي ما كيكونش عندها اشكال. وهاد المهاجرين دابا ملي كيجيو للمغرب كيكونوا في ثلاثه الوضعيات، انه سواء كينتظروا شي فرصه انهم باش يلجؤوا لدول اوروبا. هناك وجد واحد المنظومه قائمه بذاتها، بحال المشكل اللي وقع في سبته راه اللي تخلق هو انه جات واحد الفئه جديده اللي هما الاخوان من السودان، وهاد الاخوان من السودان ما احترموش النظام اللي قائم تما مثلا على مستوى الناظور. هناك كان واحد النظام، بالتالي كل واحد كيتسنى النوبه ديالو حتى كتجي مثلا كتجي المعلومه بانه راه مثلا غادي يحرق اليوم او غدا. السودانيين كانوا خلوا بهذه القضيه هذه اللي كان خلق ذاك المشكل اللي كلشي كان كيهضر عليه. كاين هاد المهاجر ملي كيجي للمغرب ملي كيسوى انه كيهاجر كيتسنى انه يمشي يهاجر، سينو كيبقى يستقر في المغرب، والاستقرار في المغرب كتبداو بعض الممارسات. ما نساوش بانه التسول رغم انه من القيم ديال المغاربه، ولكن يسيء بشكل كبير. راه بعض المهاجرين اللي ولا كيعتقد بانه المدخول ديالو في التسول احسن له بكثير من ان يشتغل في اوروبا، وبالتالي انه مجموعه من المهاجرين لقاو الوضعيه مزيانه سوقته في هادشي ديال التسامح والتعايش ديال المغاربه، ولا كيصدروا كاع عائلتهم الفلوس من المغرب. كاين فئه ثالثه، وراه كاين احصائيات في هذه القضيه في هذه المساله هذه، وقالت الدوله هو كاين برنامج اللي كدير الدوله المغربيه مع الويم المنظمه الدوليه للهجره، اللي كيكون الرجوع ديال الاشخاص البلاد ديالهم واحد مقابل منحه الطيار الى اخره. كاين بفترات كيمشيو حتى يديروا مع مشروع مدير للدخل البلاد ديالو الى اخره. دوك كاين حتى ثلاث الحالات. نعتقد بانه الدول الاوروبيه المستعمره عندها مسؤوليه تاريخيه وخاصها تخدم في جبر الضرر، وكنظن يكفي راه ماشي حل انه استعمال الورقه ديال المقاربه الحقوقيه وبانه رجع لك نفرض عليك انك ما تدخلش عندي، وملي كتخلي في البلاد تخلي في المغرب كنستعمل لك الورقه الحقوقيه وانت ما كتحملش حقوق المهاجرين. وبالتالي راه لا اعتقد بانه هادشي مثلا كما قلت قبيله بانه مجموعه من التعاليق اللي كيبين بان المغاربه واعيين به، وبالتالي لا نعتقد بانه مقاربه ناجحه اجلا مع اجلا غتخلق مشاكل. تصدير فقط المشاكل الى الدول العبور غادي تزيد، بالعكس غادي تزيد غير في عدد الناس اللي عندهم النيه ديال الهجره من هاد الدول ديال العبور كذلك، ماشي غير فقط المهاجرين. وبالتالي المقاربه التنمويه الحقيقيه مع ادماج حقيقي لهاد الدول كنعتقد بانها مهمه جدا. هناك كما قلنا
وهذه من النتائج الأساسية هو أنه تنامي خطابات الكراهية لدى الشباب قبل 30 سنة، واللي حاولنا من خلال تحليل التعاليق لقينا ثلاثة ديال واحد تبريرات كبرى. الأول بأنه هاد الشباب داروا هاد التعليق هاد الموقف بدك ياخذوه هو ردة فعل على الوضع اللي كيعيشوه هما من ناحيه البطاله، من ناحيه كتعرفوا بان عدد كبير جدا يتجاوز لينيت دوك الشباب اللي بدون تكوين وبدون تعليم وبدون شغل، عدد كبير جدا ويعتبر قنبلة في المغرب، وهما السن ديالهم ليس 25 سنه. بعض الشباب اللي حسينا بانه هاد الخطابات اللي استعملها هي كرد فعل الخطابات اللي داروا بعض الافارقه اللي كيعتبرونا احنا مستعمر هاد الدول شمال افريقيا. العديد، وهذه زعما نقطه كانت ايجابيه، العديد من المغاربه كيستحضروا بانه راه حنا كذلك مغرب مصدر للهجره، وبالتالي خاص يكون عندنا واحد الوعي. راه كما نبغيو الدول اللي كتلقى هاد المهاجرين المغاربه يتعاملوا مع المغاربه بواحد الطريقه معينه، خاصنا حنا نتعاملوا معاهم. رغم انه هنا نفتح واحد النقاش، لانه الدول الاوروبيه دابا ملي كتناقش مع المغاربه بحكم وجود قانون يجرم ممارسات الكراهيه والعنصريه، فهو هو قانونيا حقوقيا يحترم القانون، ما كيديرش ممارسات ديال العنصريه، ولكنه اجتماعيا حاليا المغاربه كاينه واحد الطرش ما كتصورش من العنصريه. مثال كفرنسا، اجتماعي راه كتجي مثلا تدخل مثلا واحد المقهى ولا شي حاجه، راه غادي يسير بيك وما يقولش خطاب عنصري، ولكن راه كتحس براسك راك انت كنت هنا، انت مغربي مهاجر وكاين باقي الاخرين، وحتى التعامل ديالو هو كيدير معاك المينيموم يعني، وهذا الشيء غادي كيتزاد. راه من الناحيه الحقوقيه قانونيه ما كاينش العنصريه، ولكن من الناحيه الاجتماعيه ومن ناحيه الادماج راه زعما باقى واحد المجهود كبير خاصو يدار حتى على مستوى الدول اللي كتستعمل الورقه الحقوقيه. نظره الاهميه نبغي نشير لها، خاص مجالس المنتخبات تحمل مسؤوليتها في بعض الممارسات وسيرتو في بعض النقط البؤريه اللي كتعطي انطباع بانه الفضاءات تم احتلال من طرف المهاجرين. كنهضروا على بعض النقط ديال التسول اللي كتلقى في مجموعه كبيره ديال المتسولين. كنهضروا على ولاد زيان اعتقد نقطه مستعجله جدا خاصها التحيه. انطلاقا من اللي بغوا المغاربه، انطلاقا من الدراسه، راه لا يعقل في العاصمه الاقتصاديه ديال المغرب يكون عندنا هذيك البؤره غادي كتزاد، ولا مجتمع داخل المجتمع والمجلس المنتخب كتفرج على هذه المساله. مثلا في الناظور، الناظور اقل حده، علاش؟ لانه كاينين ولكن في الغابه ما كيبانوش، كاين التنظيم في الغابه. في كازا حقيقه حنا تفاجئنا، وضيو راه تقريبا 30 مليون شاركوا معنا من كازا، راه الناس ملي كيهضر كتلقى واحد مثلا في مراكش كيشارك وكيجبد لك مثال ديال ولاد زيان كازا. نعتقد بانه يجب انه التدخل بشكل عاجل لايجاد حل اللي كيحترم حقوق المهاجرين بطبيعه الحال لهذه الفئه هذه، لانه صراحه لانه هذاك الوضع ما قبل حتى شي واحد، يعني المراحيض هكاك في الفضاء العمومي، ممارسه اللي ما كتصورش وكتخلق واحد وحنا نعتقد بان هاد ديال ولاد زيان ساهم بشكل كبير في هاد الديكالاج بين 30 عام، قبل 30 عام واكثر من 30 عام. مسؤوليه الهجره ماشي مسؤوليه ديال قطاع واحد، ماشي غير ديال الحكومه، هي ديال كل شيء، من اعلام، مجتمع مدني، من قطاع خاص، هي ديال الجميع. قضيه الدور ديال الدراكي نعتقد بانه خاص المراجعه ديالو، وكفى من استعمال الورقه ديال حقوق الانسان فيما زعما يبغيو يدوزوا شي حاجه كيخرجوا هذه الورقه هذه. رغم ان كنعرفوا كاملين بانه هما راه عندهم مجموعه من لانه انطلاقا من التجربه ديالهم في مجال حقوق الانسان راه خاص يوصل لواحد المستوى ما كيتصورش بارابور هنا، ولكن راه مازال اشكاليات. راه اكثر الدول دابا اللي ما كتحترم حقوق الانسان، حقوق المهاجرين، راه الدول الاوروبيه حاليا، يعني بواحد التعامل اللي ما كيتصورش. بلا ما نهضروا على الكزوم ديال اسبانيا، نهضروا على فرنسا، نهضروا مجموعه من الدول اللي صراحه اللي كيتعاملوا بشكل خطير وما كيحترموش حقوق الانسان في مجال ديال احترام حقوق المهاجرين. وبالتالي زائدا حتى لاحظنا مجموعه من الاراء كتقول لك بانه المغرب يستفيد من الدعم. ملي كنشوفوا الدعم لا يسوي شيء، والدعم اللي كتوجدوا الاتحاد الاوروبي للمغرب فاش كتوجهوا؟ كتقول لك اسيدي باش تخليك تقبل ان تدمج المهاجر في البلاد ديالنا. راه ملي كتشوف دابا المحاور الاستراتيجي ديالها في البرنامج الجاي، راه هو دعم المهاجرين، دعم المقاوله عند المهاجرين، يعني راه كتمول حوايج اللي عارفك كتقوم انت بواحد الدور بالتفويض عنها، وهذا مهم جدا. خاصنا عاوتاني المغرب
تاريخيا بلد ديال التسامح والتعايش، والدليل هو التركيبه الديموغرافيه ديالنا كتبين ان المغرب هو هذا المغرب بلد تنوع الى اخره، وبالتالي راه خاصو ثاني دار مجهود على مستوى نشر قيم التسامح والعيش المشترك، كان نعتقد بانه اساسي جدا، وبنفس الوسائل اللي هو استعمال لي ريزو سوسيو، لانه الشباب كيتفاعل، حنا كنعتقدهم كيتفاعل بان كيتفاعل ملي كتهضر ليه شي موضوع اللي كيهمه هو. من طبيعه الحال هادشي داخل في التوصيات، خاصنا كذلك حنا واحد التوصيه كنقولوها المؤسسه الوطنيه الدستوريه، كنهضروا على البرلمان عنده لجنة استطلاع، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي هو التذكير هو اول واحد دار واحد الدراسه حول حقوق المهاجرين اللي بها باش التوجيهات الملكيه اللي من وراها كانت الاستراتيجيه الوطنيه. بالتالي هادو خاص يقوم الدور ديالهم، خاص يدير واحد التقييم هاد السياسه، التقييم في اطار خصص الدستور ديالهم لهذا الملف ديال الهجره هذا، ما خصناش نسكتوا عليه، لانه الا سكتنا كنظن النتائج ديالو تقدر تكون وخيمه مستقبلا انطلاقا من الاراضي ديال المغاربه. بطبيعه الحال يجب خاصنا نوصلوا انه واحد ملي يكتب شي حاجه يعرف بان هذه راه ممكن تمشي جنايه، يعني راها ضد القانون بلا هذا الشيء، لانه كما قلنا قبيله 500 ديال التعاليق اللي مسحناها، حنا كنحترموا تصوروا معنا حنا جمعيات حقوقيه وكنمسحوا الاراء ديال داك، ولكن ما يمكنش نعتبروا حقوق الانسان لانه المسؤوليه القانونيه ديالنا 500 ديال التعاليق بواحد الشكل ما كيتصورش ديال التطرف الكراهيه، ودابا الا دخلتوا تلقاو خلينا شي واحدين اللي حتى هما متطرفين كذا، ولكن راه تصوروا داك الشيء اللي مسحنا حنايا. دونك هذه بعض النقاط، انا كنت بغي نوريكم بعض التعليقات اللي حاولنا نختاروهم، للاسف قلنا مشكل تقني، دونك نقدروا تما نبارطاجيو معكم، وهنا الكاتبين التعليقات طبعا حنا محيدين لهم لي بروفيل لا سميات مي، هما كانوا واحد اربعه ديال التوجهات عامه اللي كانوا الناس كيقول لك بان المغرب غير مؤهل من اجل الاستقبال، يتكافؤوا مع اولادنا، هذه مجموعه من الاراء في الاطار هذا. كانوا مغاربه ثاني كيقولوا اللي كما قلت قبيله بانه اسيادنا شوفوا هاد الافارقه بحال اللي كنبغوا الاجانب يشوفوا المغاربه اللي عندهم، وحنا عندنا 5 مليون ديال المغاربه ديال المهاجرين، وبالتالي خصنا نكونوا شويه نحضروا واحد شويه ديال الرزانه في هذا الشيء. ولاد زيان نذكر بشكل كبير جدا القضيه ديال انه المسؤوليه التاريخيه وافريقيا وفرنسا وهذاك الشيء تو كنحضر بشكل كبير. هناك البعض ما يعتقد بانه حتى هذا الشيء اللي وقع دابا هو انه محاوله، لانه كتلاحظوا كاين واحد التوجه عام من افريقيا ضد فرنسا، مجموعه من الدول، وراه بعض المواقف اللي تعنت بشكل رسمي راك شفتوهم في خطاب رسمي انه كيحمل المسؤوليه لفرنسا، المسؤوليه التاريخيه والمسؤوليه الحاليه، وكيقولوا لها الله يخليكي خرج بركه من تدخل الشؤون ديالنا المحليه. وبالتالي كاين مجموعه من الاراء اللي كتقول بانه اون دو فيغ اتونسيون، ياك ما هذا الشيء راه فرنسا باش عاوتاني تخلق لنا مشكل بين حنا مغاربه وبين الافارقه، حتى هذه كانت حاضره في الخطابات ديال المغاربه. غير باش زعما كنشكر الجميع اللي شارك معنا في هذا الكيستيون بشكل اللي كان متطرف او اللي كان ايجابي، ولكن ما يثلج الصدر بانه كانت مساهمات ايجابيه ديال بعض المغاربه. الصراحه كاين اللي خذ الوقت باش يحاول يكتب، خاطر كاين اللي كتب مقال باش يحاول يفيدنا في هذه الدراسه هذه. وكنشكركم واعتذر الى اطلت، هذه النتيجه كامله راه كاينه، وكنعاود نجدد الى شي اخ كيدير مثلا الدراسه ديالو وبغى هاد لاباز دوني، راه حنا نبارطاجيو ما عندنا حتى شي مشكل فيها، لانه فيها مجموعه من المعطيات حشومه تبقى غير في الدراسه. شكرا لكم. اذا شكرا الاستاذ رشيد الصديق على كما قلت قبيله هو رئيس ديال المركز المغربي للمواطنه على التوضيحات، واعطى فقط خلاصه لاهم ما تم التوصل اليه في هذه النتائج ديال استطلاع اراء المغاربه حول هجره الافارقه المنحدرين من دول جنوب الصحراء. لابد من ناكد على بعض النقاط، عفوا بنا من ضمنها فيما يتعلق بالتعليقات، نبدا بالتعليقات، انه بعض المناهضين لتواجد الافارقه من دول جنوب الصحراء في المغرب وصلت حده معارضتهم لهذا الشيء هو لهذه القضيه، لدرجه ديال انهم بداوا ماشي غير كيقولوا الراي ديالهم بشكل متطرف، وانما كيهاجموا حتى المتسامحين مع تواجد الافارقه من دول جنوب الصحراء. بل اكثر من هكا كاين عبارات اللي هي خطيره، وانا دائما تنقول انا لست راجل، تنقول بانه هادو اللي كيديروا هذا الشيء كيديروا بوجوه مكشوفه
وباسماء معروفه. فكاين اللي كتقول له حنا واش حشومه عليكم مثلا، واحد التعليق حشومه عليكم واش وصلنا لهاد الدرجه ديال لا تسامح، نبدا نقول لك ما تزوجش بنتك الافريقي. تيجي واحد التعليق تيقول له وسير زوج اختك ولا دخلوا دارك. هذيك عاوتاني تاع حاجه اخرى، تيقول وسير زوج اختك. ما وقفناش هنا. هذوك اللي جيم، هذوك لي رياكسيون جيم جادو، هذوك كتلقاها بواحد الشكل رهيب. كتلقى واحد 80 90 100 120 300 كلهم كيضحكوا، كلهم دايرين داك لوتيكون ديال كيضحك، كلهم كيضحكوا اولا كيتنمروا على هذاك اللي تقال له تقال له سير زوج اختك. وكذلك الامر ما يتعلق كيفاش كتقولوا للناس ما تكريوش الافارقه. تيجي واحد تيقول ولك انت راجل دخلوا لداركم. انا هادشي التعليقات انا حافظه معقل عليهم هكا، وماشي تعليق واحد، نفس التعليق هاد المضمون يعني تكرر في 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 مناسبات متعدده. قال السي رشيد بانه المغرب اكثر امانا بالنسبه للمهاجرين، وهذا معطى صحيح تؤكده تقارير حقوقيه، تؤكده تقارير رسميه، واكدته بعض الرسائل اللي تلقيناها في 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 على مستوى الاستطلاع. بل اكثر من هكا هو انه اللي كيزيد كيعمق هاد الجرح اللي بدينا كنحسوا به هنا في بلادنا، هو سعي الجاره الجزائر على انها تستثمر في القضيه ديال تعاملنا مع المهاجرين، وتروج لواحد الصوره اللي ما هيش صحيحه تتعلق بتعامل المغاربه والمغرب مع المهاجرين. شفتوا جميع كيفاش تعامل الاعلام الجزائري مع قضيه المهاجرين اللي كانوا بغاو يدخلوا لليبيا المحتله اللي كانوا في غابه ديال غوروغورو. شفتوا واحد هذا الشيء حتى ديال المحطه ولاد زيان، التفاعل الصدى ديالو، حنا انا مشيت تندخل كنشوف الصدى ديالو على مستوى الاعلام الجزائري. وفي نفس الوقت كنتبع كاين بعض الشرفاء او واحد العدد من الشرفاء في الجزائر اللي حتى هما كيرصدوا بشكل دقيق تعامل النظام الجزائري مع المهاجرين الافارقه المنحدرين من جنوب الصحراء. كاين جوج ديال الاساليب اولا ثلاثه الاساليب. كاين الاسلوب الاول هو كيجمعوهم في كاميوات بواحد الطريقه همجيه وحشيه وكيلوحوهم في الحدود الجنوبيه، اولا كيجمعوهم وكيلوحوهم ايضا بنفس الطريقه كيلوحوهم في الحدود الشرقيه ديال المغرب والحدود الغربيه ديالهم، وتيلوحوهم تما وتيخليهم. المغرب طبعا بسلوكه الانساني كيستقبلهم، وفي بعض الاحيان كيتم كيدخلوا هذوك المهاجرين الا ما استقبلوهمش المغرب كيدخلوا عن طريق شبكات ديال تهريب البشر. وبالتالي فكاين الطريقه الثالثه اللي هي شناهي، هو العصابات ديال التجار في البشر كتقوم بالاصطياد، وانا كنسطر على كلمه اصطياد، المهاجرين اللي جايين من جنوب الصحراء كيكونوا جايين في الصحراء وفي المناطق الخاليه كيقوموا بالاصطياد ديالهم وكيبيعوهم في سوق سوداء للنخاسة. واليوم العبودية، نسبة العبودية ونسبة الاستعباد على في الجزائر ارتفعت بواحد الشكل كبير. السبب هو انهم كيشدوا المهاجرين اللي جايين مساكن على رجليهم برا وتيديهم سوق سوداء للنخاسة وكيبيعوهم. دابا الا دخلتي المخيمات تندوف ما يمكنش شي واحد من القادة ديال البوليزاريو ما تلقاش عنده بين مزدوجتين، واعتذر على هذا المصطلح، اللي كيسميوه هما ما تلقاش عنده عبد أو لا جوج. بل أكثر من ذلك هو أنهم بداو كيتباهاو بشحال عندك. وهذا السلوك خاص حتى هو التنبيه ليه. ما يتعلق بدور التراكي، دور التراكي هنا لابد أن نؤكد على أنه نحن كمنظمة حقوقية وكمنظمات حقوقية، نحن كمنظمات حقوقية نؤكد على أن أوروبا يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة ما يتعلق بمسألة الهجرة هنا في المغرب أو في شمال إفريقيا أو في المنطقة المغاربية. لماذا؟ لأن أوروبا أولا هي مسؤولة عن الوضع القائم الآن على مستوى إفريقيا، خاصة الدول الاستعمارية مسؤولة عن استنزاف خيرات وثروات هذه البلدان، مسؤولة عن استعباد المواطنين والمواطنات في هذه البلدان، وبالتالي فهي مفروض اليوم أن تؤدي الثمن، تقوم بتنفيذ برامج تنموية في المناطق اللي كيجيو منها عدد كبير من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء،
وتقوم بالتمويل ديال المشاريع ديالهم سواء بشكل شخصي او بشكل. وهنا كنعاود ناكد على الكلام الكلمه اللي قال السي رشيد، هو انه اوروبا اليوم او بلدان الاتحاد الاوروبي اليوم، البلدان خاصه اللي كانت معروفه باستعمارها لواحد عدد من الدول الافريقيه، اليوم فرض عليها انها تجبر الضرر، تقوم بعمليه جبر الضرر واسعه النطاق على مستوى افريقيا، وتوقف على هاد البرامج اللي كتلعب الدور ديال المسكينات، الدور ديال دولي بران، ديال انك تعتبر المغرب دوله دراكي وتبقى تعطيه بعض المشاريع فقط تخدم المصالح ديالك وتضغط عليك باش ومنين المغرب يدخل معاك في بعض في يعني حتى هو يدير معاك البلاتفورم وبغي يثبت الدات ديالو، تدخل معاه في مزايدات وفي وتدخل معاه اللغه ديال الابتزاز. الجانب التشريعي يجب ان يتحمل مسؤوليته كامله فيما يتعلق بانتشار خطاب الكراهيه وخطاب التحريض على الميز العنصري او السلوك ديال الميز العنصري. فانا اتذكر انه في فريق برلماني تقدم بمقترح قانون مراهد للتمييز العنصري وخطاب الكراهيه، لم يتم قبول هذا المقترح قانون طرف الحكومه. في مرحله ثانيه قبلته الحكومه وداز في اللجنه، ولكن من بعد جات الحكومه كتقول بانه راه غادي نضمنوا هذا المضمون، غادي نديروه في المشروع ديال القانون الجنائي. طيب مزيان، حنا دابا هذا المشروع قانون جنائي تعطل، فكان المفروض انه يخرج هذاك مقترح قانون. اولا كتربح انك جاوتي مع مبادره ديال الفريق البرلماني، لانه كتعرفوا الفروق البرلمانيه اليوم بحكم انها مصدر ديال التشريع اليوم ما كيتفاعلش مع الحكومات المتعاقبه، كان المفروض تربح هذه النقطه. ثانيا انك تواكب التطور القانوني والتشريعي الدولي في هذا المجال. ما يتعلق بالتعليقات خاص الناس يعرفوا مادام احنا كنتكلموا امام الاعلام، راه كاين في قانون الصحافه ما يجرم كل تلك الخطابات والشعارات والرسائل اللي كتدعي للكراهيه اولا كتقوم بواحد الفعل اللي هو يعني كيدخل في نطاق التمييز العنصري. بل اكثر من هكا، قانون الصحافه ما كيتكلمش فقط على التدوينات او على التعاليق. قانون الصحافه كيف ما كتعرفوا نتوما الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات، انه في الماده 72 يعني اسس الوسائل العلنيه، يعني عرف شنو هي الوسائل العلنيه. بل اكثر من هذا الشيء، وانه وصل لدرجه ديال كيقول بان حتى الصياح في الشارع العام يعتبر وسيله من الوسائل العلنيه، بمعنى ان مواطن في الزنقه بان له افريقي وتيقول له العزي كذا، من المصطلحات المتداوله اليوم عندنا في بلادنا، او لا حتى هذيك الكلمه ديال شي مونامي بواحد الطريقه قدحيه. فهاد الكليشيات اللي اليوم ولاو كيستعملوها، حتى اللي كيستعملوها في الشارع العام بطريقه بصوت جواري بصوت مرتفع باش يهين داك المواطن الافريقي المنحدر من جنوب الصحراء، فحتى هو المفروض انه حتى هو راه كيجرم القانون السلوك ديالو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.